مصري ايه جاي فتح. اهلين اهلين حياك الله. ساك عمليه هذا الحاج. تعال يا سعيد تعال، انت جيت من مصر وجهك قالب اسود. هو ما شاء الله مفتح. اسمه سعيد؟ ايوه سعيد. مبين عليه ام سعيد بقى. تعال هذا مهندس مقاول بكل شيء يا سعيد. يا عمي سعيد. يا عمي ازيك عامل ايه؟ الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ والله حلاوتك الله يخليك يا عمي. زعلك الله يسعد الصعيد القواني كله. اخبار الصعيد واهل الصعيد كلهم بخير والله. تمام كله عايز يشوفونا بالصعيد. ايوه عم اهو مرحبا. الصعيد وصلوا. كلهم اللحن الصعيد وصلوا واتصلوا. اشتغل ايه ابو عمودي؟ والله يشتغل يخبص علي. تتخبص واخبص بكل شيء. انا يا ابن عمي ما تعملش حاجه. بالله ادخل تخبص. ادخل يا باشا ادخل وره وخلي نشوف الشغل بعد سعيد. يلا اتفرج كده سعيد. ما تزعلش مني لو قلت حاجه خطا. بس لا اقول قول. لا والله ما ازعل. والله ما ازعل. قول انت معلم وهو معلم. استنى يا عم ترزق بقي لك انا اظبطها. لا لا هو العيب متى الحاجب. هو جاء خلاص حضر. ربنا ينور ابو عم. يا ويله يا ويله المصري. طبعا هذا سعودي شغل 100%. يقول شغل زي الزفت. اسمع ايه الشغل ده يا سعيد؟ ايه؟ شغل زي الزفت يا عم. الخمر ده متركه كم ده؟ 15 ولا 10 سم؟ 10 10 يا عم. مش تقر ليها 20؟ لا ده جاي جاهز. ده باش ده كما؟ جاهز جاهز. اللهم صل على النبي. والباب ده ما كنت شدت لي سوق ما تخلوه. لسه منه منه لسه. شوف ياخذ يوميته ويقسمها علشان ياخذ يوميات اكثر مني. يا عم ما تشتغل بزمه وزميه. تشتغل يا عم. انا عجبوني الصعايده اللي اجتمعوا مع بعض لازم اصورها. اكيد اكيد حبايب الصعايده. ايوه ايوه. لا شغل بالصلاة على النبي يا عمي. خلاص اعطاها رمز. اعطاها رمز. اعطاك رمز. ايش قال لك؟ ما قال 50 50 يعني. خلاص لا تخرب علي. شو اسمه عاملي؟ قال انا كلمته انا اقول 50 50. اي بس لا تخرب علي. لا عمر لا تخربه يا سعيد. طيب البلوك ده ما خدتوش بلوك 10 ليه؟ ما ليش 10 ما يديش ليها. ما تاخذه من نصفك. لا ده في 10 ايام من هناك التسجيل. الصعيد الثاني. الصعيد الثاني سعيد الثاني مثلا. معلش ما خدتش بالي منه. من الصعيد دي؟ من سؤال. عشان على راسنا من فوق ابو عمي. احنا قلنا وياه يا عم. مرحبا ونعم والله. الله يخليك. مرحبا يا باشا. الله يخليك. يا النور. تعال سعيد. برضه؟ تعال تعال. برضه كله سعيد؟ كله سعيد. وقف وقف. يا سعيد. هذا منين؟ وانت منين؟ انا من الاقصر يا ابو عمي. الاقصر يا رجل ده والله سكري والله ونعم يا عم. هو اسال اسال منين انت؟ من سؤال. هو مزاج باين على شكله. باين على اللفه بتاعته وعلى اللفه بتاعته. الشغل ده ما يقول لك عندنا مثل العود. العود ايه؟ يحن. والله انك حد. والله مستحيل حد يشوف حد مننا كصعيد مصري. ما حدش يقول. والله تدري عاد. والله انك عرفته. ايه عرفته. تدري انه سعودي؟ لا 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 ما هو سعودي. والله العظيم ما ثانيه واحده. ما انا يا عم ترى يا ما قلنا 50 50. انت تخش معي 50 50؟ لا ما اخش 50 50. انا كذاب. انت شايف انا سعودي والله. انا ماني انا مصري. لا 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 والله العظيم. والله سعودي. اسالك بالله. والله سعودي. ايه الكلام ده؟ ما يصح الكلام ده؟ اللفه يا عم والدنيا. لا لا عادي سعودي. ايه تتكلم ايه؟ والله سعودي. ما قالش وش ولا بالله عليك. ما اقول لك حاجه. الرجل ده ما اقول لك الكلام ده ما تصدقوه. لا 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 ما يقول لك اسعودي. اللهجه. لا 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 ما تسكتش. ما يقولش الكلام ده. اللهجه دي. اللهجه. يا عم اللح 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 ده هي السحبه. ما تلح لح نفسك. والله والله سعودي. والله والله العظيم سعودي. انا سعودي يا عم سعيد. انت عاد عليك دخلوا بالحيل. علمه علمه انك سعودي. علمه علمه معك 50 جنيه سالف لاخر الشهر يا عم. اللي دولك اللي انت عاوزه يا عم. بس بس تقول لي اني سعودي. قلت له تقول لي مو مصدق. مو مصدق لحد دلوقتي. مش مصدق. مصدق والله. والله والله مصدق. ما ندي لك حاجه مصدقه. ماشي يا عم. ابو طاقه ابو طاقه. عندك هذا علم انك. لا 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 سعود بتاع ده مصري. سعيدي. سعيدي سعودي. سعيد سعيد يا ابن عنجاء. ما تغلبني ما يصحش مع ابن عم. طيب اعطهم اقامتك اذا انك صعيدي. معلش معي الحلاوه دي ما تمشي. ايوه اسمع هذا هو انا كفيل الحين.
والله ونعم والله ونعم كفيلة جابنا حلعت عليه سعودي ما مسكت مسكت صعيدي معه الله يعطيكم العافية بالله صدقت الناس مصري فيكم على الشغل اي والله الغدرك مش مصدق انه سعودي لا والله سعودي والله والله سعودي هو قال شوف انا تاخرت علشانه قال انا جاي ابغى المصريين اللي عندك بس وانتم صدقتوا ما شاء الله عليكم والله الغدرك ما مصدق انا ده هذا الوان هذا الحين اخي ودي اسمع الوان عم اطراد فكر الواد اللي اسمه علوان في قاعده اسمه اي في قاعده هذا ليها قاعده رد عليه بقول لك فكر الواد اللي اسمه علوان ايوه ده اللي يمشي وشخبط بالالوان بالضبط